كابتن محمد الالفي مساء الخير. انا كان نفسي بس امهد لحاجه، لكن خلاص ناجلها لبعد ما نستمتع بابننا كابتن محمد الالفي وتجربته الرائعه مع نادي هليوبوليس. كيف ترى نجاح المنتخب وكيف ترى كره اليد، يعني ثالث العالم ثم بطل العالم، والمفارقه ان في ثالث العالم نخسر من فرنسا، نكسب فرنسا الاول بعدين نخسر منها في المراحل الحاسمه، ويحدث العكس في نفوز ببطوله العالم بعد ان خسرنا من فرنسا في المجموعات ثم ننتصر ونكمل المشوار. احكي لي بقى بسرعه كده. اتفضل. الو اتفضل يا كابتن، سمعتني؟ ايوه يا كابتن عدلي طبعا. طيب قول لي بقى رايك كيف في هذا الانتصار وتجربتك الشخصيه مع نادي هليوبوليس. انت كان ليك كام لاعب في المنتخب؟ جمال شمس لما كسبنا كاس العالم هنا في مصر انا كنت المدرب العام. وانت كنت معاه صح؟ اه الله يرحمه. وانا استمريت لغايه 2001 لما طلعنا الرابع على العالم. فانت معاصر كل الناس دي طبعا. خلي بالك المواليد 98 برضه انا عندي ثلاثه لعيبه زي السودو كانوا في الـ في الـ في, الـ في البطوله اللي فاتت في اسبانيا اللي هم طلعوا الثالث على العالم. وعندي طبعا دودو وعمر الجيار في المنتخب اللي هو مواليد 2000. وقبل كده كان عندي سند وعندي يحيى الدرع اللي راح نادي الزمالك. يحيى الدرع اللي راح نادي الزمالك بعد ما امضى فتره في النادي الاهلي لكن معار وبعدين انتقل الى نادي الزمالك. وهو هذا كان في اثنين ثلاثه لعيبه مشوا من عندي راحوا الزمالك، فهم راحوا اكنهم زي اصحابي يعني كانوا كلهم في الجامعه الامريكيه. لكن انا اعرف ان انتقل خمس لعيبه لنادي الزمالك. دكتور حسن كان المنتخب بيتمرن 10 اشهر في السنه وشهرين بس بيروح الانديه. الايام دي لا، الايام دي من ايام الدكتور خالد حموده. احنا اللعيبه بيقعدوا في الانديه 10 اشهر بيروحوا المنتخب شهرين بس. يعني دور الحقيقه والمدربين بتوعها عاملين شغل كويس قوي. لكن من جوه من ضمن الحاجات الكويسه في الاتحادات اللي جاي اللي فاتت واللي جت ان في دوري كويس جدا وعملوا المرتبط سنين اللي هو الشباب والناشئين. فطبعا فرقتين مرتبط؟ ايوه في عندنا اثنين مرتبط اللي هو مواليد 98 وكان مواليد 2000 والسنه الجايه هيبقى 2000 و2002 وقبليها كان 96 و98. فطبعا انت بتقدر تطلع لعيبه مثلا بيبقوا على الاقل عندك 60 لعيب بيبقى فيه عليهم سبوت ان هم كويسين عشان يجيبوا نقط كويسه للفرقه. طبعا احنا كسبنا الكاس مرتين وطلعنا ثالث الدوري واحنا خامس الدوري اللي هي الـ حاليا الدوري اللي فات. حضرتك اللعيبه اللي هم بيلعبوا كانوا في مواليد 98 ومعاهم دودو، دول خط الظهر بتاعي. دودو ده اللي هو احمد هشام احسن لاعب في البطوله. احمد هشام السيد، ما هو دودو. ايوه ما خد ده مولود في نادي هليوبوليس. طول عمرك تدلع اللعيبه ماشي. ايوه لا هو اسمه كده. طيب هو عندي سيف درع، يعني يا سيف درع يبقى دودو مثلا الارجل من دودو، لا الاثنين زي بعض. عندي اسمه ايه دوت خالد وليد، وعندي محسن رمضان، عندي يعني سيف درع ده اخو يحيى الدرع. ها نعم سيف درع اخو يحيى الدرع. سيف الدرع الصغير مواليد 98، يحيى مواليد 95. كابتن التواصل دوت معمول في الانديه لان الدوري بقى جامد، لان الانديه بقت في عدد انديه كتير بتلعب دوري، يعني مثلا اهلي وزمالك وبعدين في سموحه وسبورتنج وهليوبوليس وفي طلاع الجيش وفي الشرطه كانت وبعدين الشرطه قفلت. والمقاولين برضو كان برضو بينافس وبرضو قفل. فالانديه دي راح اللعيبه بتاعت الانديه دي راحت انديه ثانيه دعم لها قوه زي الاولمبي مثلا. يعني حضرتك ايه الفرشه بتاعت المدربين واللعيبه والانديه هي اللي عملت الانديه. حضرتك لما تدور على لعيبه منتخب مواليد 72 اللي كسبوا كاس العالم 93 تلاقيهم هم اللي بيدربوا الانديه دلوقتي. يعني شريف المرسي في الاولمبي، شريف الجيوشي في نادي البنك الاهلي. طبعا كان مروان رجب مواليد 74 كان ده كان مدرب المنتخب.
هو كان معايا مساعد وراح المنتخب مع الدكتور خالد حموده. ما انا قلت عليك شيخ المدربين بقى. ما كان عندي في اليوبلس مجدي ابو المجد، كان عندي في اليوبلس طارق محروس، كان عندي في اليوبلس، كل دول حضرتك طالعين من عندنا يعني. انا بدور على اللعيب. كابتن الفي، كابتن الفي، انا يعني كان اهم حاجه عندي ان الناس تعرف الجنود اللي ورا نهضه كره اليد عبر السنوات الماضيه الى الان، لان مفيش نجاح بيبقى عشوائي او بالصدفه. النجاح العشوائي ده ما بيتكررش، لكن مفيش نجاح عشوائي يا كابتن عدلي. انت عارف حضرتك من 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 ايام الدكتور حسن، يعني هو بدا سنه 84 طلع مدربين، وبعدين زي ما حضرتك قلت عمل لجان وطلع مدربين وبعتنا بره نتعلم بره. بعتنا بره في لايبزيج، وانا رحت البرتغال، وطارق محروس راح لايبزيج، وعاصم السحداني راح المجر. يعني حضرتك هو الحقيقه علمنا كويس، ولما اتعلمنا كويس كان في مدربين جايبهم اسماء عالميه. يعني انا ضد المدرب الاجنبي، لو جه مدرب اجنبي ضعيف، لكن حضرتك مثلا تيدمان وزوران دول علمونا حاجات كتير قوي، ولما اتعلمنا منهم. وكان بيشتغل معايا علاء السيد، يعني انا وزوران وعلاء السيد، وكان ياسر الرملي من النادي الاهلي، وبرضه مع جمال شمس، انا وجمال شمس وياسر الرملي، واشتغلت مع يعني حضرتك اشتغلنا مع واحد اسمه كلايد ده من كرواتيا، كانت ايوه بطوله العالم. كل علمونا حاجات احنا نستناها. نرجو ان يستمر هذا الامر يا كابتن الفي، وبنشكرك جدا. نرجو ان يستمر هذا الامر وهذا النجاح، وبنشكرك جدا ونتمنى لك. بس يا كابتن عادل انا بقيت كبير دلوقتي يا سيدي. انت كبير في المقام، وانت شيخ المدربين. انت اللي دورت عليا انت ولا ايه؟ ايوه. متشكرين يا كابتن الفي، والف مبروك يا حبيبي.